الحق في العمل، بند من أهم البنود الحقيقة اللي نصت عليه المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. الحقيقة أن المشروعات الكتير اللي نفذتها دولة 30 يونيو على مدار 9 سنوات ساهمت في توفير مئات الألاف من فرص العمل لمختلف فئات المجتمع خاصة الشباب، كل المشروعات في مختلف القطاعات، بالإضافة لاهتمام الدولة بالعمالة غير المنتظمة خاصة وقت أزمة جائحة كورونا.